أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من الأيام تقول صلى الليل فسمعته يقرأ ويبكي، تقول فنظرت فإذا هو قد بل لحيته وعائشة مستلقية، تقول فبكى حتى بل حجره، ثيابه تبللت من الدموع، تقول فبكى حتى بل الأرض، دموع على الأرض، شو البكاء هذا؟ تقول فسجد، فسمعته، هي جنبه، سمعته في السجود يقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، ترى احنا يبكي على شامه، اللهم أمتي أمتي. ابن مسعود في ليلة يقول سمعناه يبكي بكاء فحزننا عليه، أسفنا عليه، فقلنا له في الصباح يا رسول الله أسفنا عليك البارحة، ماذا كنت تقرأ؟ ايش كنت تسوي؟ شنو كنت تقرأ؟ قال كنت أقرأ آية واحدة، كان يرددها ويبكي. تدري الآية في من؟ آية تحكي أخبار أمته، آية رأف فيها لأمته فبكى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، يرددها ويبكي. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.